الفن لازم يكون عنده قدرة مش بس على رصد الواقع ولكن كمان قراءة المستقبل، وده اللي اتكلمنا عنه في حلقة كاملة عن أسرار مسلسل The Simpsons اللي كتابه ادعوا قدرتهم على تحليل معطيات الحاضر ومنها قدروا يستنتجوا وقائع كتير جدا ممكن تحصل في المستقبل. وإن كان في بعض الشك في مصداقية كلامهم إلا إن فعلا ده اللي احنا قصدينه النهاردة في حلقتنا. السينما المصرية كان ليها مرحلة قوية جدا في فترة الستينات وأوائل السبعينات، يعني قبل حرب اكتوبر 73، قدمت خلالها افلام كتير توقعت احداث المستقبل بشكل رمزي، من اهمها بعض افلام المخرج الكبير يوسف شاهين، ده طبعا غير بعض روايات نجيب محفوظ ويوسف ادريس ومصطفى محمود. لكن ان فيلم كوميدي لمحمد سعد يتوقع فكرة علمية ويبدأ تنفيذها بعد كام سنة، ده طبعا اللي كان شيء فوق مستوى إدراك العقل. لكن الحقيقة ان الفكرة اللي هنتكلم عنها واللي كلنا شفناها في فيلم الليمبي 8 جيجا سنة 2010 مقتبسة من فيلم أمريكي ظهر سنة 2003 اسمه باي تشيك، وبعده وفي نفس السنة اللي أنتج فيها الليمبي 8 جيجا ظهر فيلم برينس، هو فيلم هندي وبرضه بيناقش نفس الفكرة. الموضوع كله ان الافلام دي ما جابتش الفكره من دماغها، لكن الفكره بدات تظهر بشكل عملي قبل اول فيلم بخمس سنين، يعني تحديدا سنه 98. فكرة المايكروشيب اللي قلبت مصر كلها الأيام الأخيرة، وخصوصا بعد تصريح بيل جيتس من فترة صغيرة لاكتشافه حل أو علاج نهائي للكورونا، وإن الحل ده هيكون عن طريق زراعة مايكروشيب في جسم الإنسان اللي مش بس هيكون فيها العلاج، لأ ده كمان هيتسجل فيها كل بياناتك الصحية وبعض البيانات العادية، بحيث إن أنت من خلال أي تليفون موجود فيه الأب تقدر تتعرف على حالتك الصحية. طيب الدنيا زي ما قلنا قامت ولسه ما قعدتش، ومليون فيديو على اليوتيوب عن بيل جيتس المسيخ الدجال وفكرة السيطرة على العالم وكل الكلام اللي بيحكوا فيه ده. انا مش ضد كلامهم لو هم فاهمين صح، بس احنا النهاردة عايزين نتكلم بشكل علمي، خصوصا ان فكرة الشريحة موجودة من 22 سنة مش النهاردة ولا امبارح، ده كفاية اصلا ظهورها في فيلم الليمبي من 10 سنين. صحيح في الفيلم كان ليها هدف والنهاردة ليها هدف تاني تماما، بس احنا النهاردة هنتكلم بشكل عام عن فكرة زراعة شريحة جوه جسم الانسان تكون متوصلة خارجيا بالانترنت باي شكل كان. هنبدأ نحكي حكاية زراعة الشريحة أو المايكروشيب جوه جسم الإنسان البشري من مقالة لطيفة جدا كتبتها الصحفية هالي ويز. بدأت المقالة بأن في سنة 2017 باتريك ماكمولان اللي بيشتغل في صناعة التكنولوجيا من أكتر من 20 سنة سمع أن في آلاف من السويديين بيقدروا يقفلوا باب العربية ويشغلوا ماكينة القهوة وعشرات الحاجات التانية بمجرد إشارة من كف الإيد. طبعا على طول استنتج ان ده كان بسبب زراعة شريحة جوه كف الايد تحت الجلد، تقدر الشريحة دي تتواصل مع بعض الحاجات القريبة وبتشتغل زي باسكود كده او الرمز اللي بندخله في الكمبيوتر او الموبايل. ماكمولان كان في رأيه ان الشريحة دي ممكن يكون ليها وظائف اهم بكتير من قفل باب عربية ولا تشغيل ماكينة قهوة، وفعلا في يوليو 2017 صورت عشرات من القنوات الإخبارية أول تجربة لـ50 موظف متطوع من شركة 3 سكوير ماركت اللي كان ماكمولان مديرها تطوعوا لزرع الشريحة اللي طورها صاحبنا ماكمولان. قدروا من خلال الشريحة دي يدخلوا على كمبيوتراتهم الشخصية وكمان يدخلوا من البوابات الرئيسية للشركة بدون استخدام الاي دي. طيب كان في مشكلة اهتم بيها ماكمولان واللي اعتبر نفسه منجحش في تطويرها بنسبة كبيرة عن شريحة السويد اللي هي عامل الامان الصحي للناس اللي بتركب الشريحة. كان ماكمولان بيسعى ان ما يحصلش اي مضاعفات صحية بسبب تركيب شريحة جوه جسمهم، وعلشان السبب ده وبعد شهرين اتنين بس افتتح فرع جديد لشركته مهمته الوحيدة على الكوكب ان هو يشتغل على النقطة دي ويطورها. وفعلا من الفرع الجديد بدأ تطوير الجيل التاني من الشرائح الذكية المزروعة تحت الجلد. هنقف عند النقطة دي ونرجع بالتاريخ 22 سنة لورا و19 سنة من تجربة ماكمولان لأول شريحة اتزرعت جوه جسم الإنسان، واللي اتزرعت لمدة 9 أيام في جسم كيفن وارويك العالم الإنجليزي اللي عملها. هناخد القصة من على لسانه في واحدة من اللقاءات الكتير جدا اللي كان بيتكلم فيها عن الموضوع ده. بدأ وارويك حواره اللي كان بالظبط من 6 سنين بداية لطيفة جدا،
قال إنه خلال 10 سنين هيتمكن العالم من الوصول لشريحة تتركب جوه دماغ الإنسان تقدر تحسن من قدرات عقله والذاكرة ونسبة الذكاء وحتى القدرة على الاستيعاب. وسأل دكتور واروك سؤال، هل البشرية ممكن ترفض فكرة زي دي؟ يعني تقول لا لا, لا احنا عاوزين نفضل بشر كده زي ما احنا بقدراتنا اللي احنا عارفينها. انا عايزاكم تفتكروا اول حلقة عملناها واللي ربطنا فيها بين الجيل الجديد من الروبوتس وفكرة الاستنساخ. كلام دكتور ويرويك هو فعلا الرابط لانه بيجمع بين الكوميونيكيشن والبيولوجي مع بعض. يعني باختصار في حالة حدوث كلامه هيبقى عندنا انسان مهجن متعدل فيه وكمان مميكن عشان تبقى فيه امكانية لتحسين قدراته. بدأ دكتور واروك يتكلم عن تجربته وهي تركيب مش بس شريحة في جسمه متوصلة بجهازه العصبي، لكن دي كانت شبه ضفيرة الكهرباء في العربية. وطبعا زي ما احنا شايفين في الصورة، الجزء اللي كان داخل الجسم كان متوصل بوحدة خارجية حوالين ايده شبه الاساور كده. في النهاية كل ده كان هدفه ان الكمبيوتر يتعرف عليه، لكن الحاجة الاهم والاخطر كانت رغبته في انه يقدر يتحكم باشارات من مخه في بعض برامج الكمبيوتر. نقطة ثالثة مهمة جدا في التجربة، انه برضو من خلال مخه قدر يتجاوب خارجيا، يعني مثلا كان بيقدر يحدد المسافات حتى وهو مغمض، شبه فكرة الخفاش كده اللي بيبعث موجات فوق صوتية فبيقدر من خلالها يحدد المسافات. على فكرة الخفاش مش اعمى زي ما هو الشائع، بس هو بيستخدم الموهبة دي في الطيران بالليل. النقطة الرابعة، ودي كانت نقطة طريفة جدا، هي انه ربط جهازه العصبي بجهاز زوجته العصبي زي ما احنا شايفين في الصورة. فلما هي بدأت تحرك ايديها بدأ مخه ينبض بنفس النبض بتاعها. اتسمت التكنولوجيا دي سايبورغ هيومن. ودكتور ويرويك ما انكرش ان ممكن يكون فيها شيء من الخطورة على الانسان على الاقل في البداية. في ختام حواره بيقول برضو ان ممكن التكنولوجيا دي تغير من شكل التعليم، يعني ممكن المعلومة توصلك وانت في بيتك او انت في السرير مثلا، لا وكمان تثبت في عقلك من غير ما تعمل اي حاجة. وبالمناسبة الفكرة دي سمعتها من كام شهر في مسلسل اذاعي مصري انتج سنة 70، كان بيتخيل العالم سنة 2000 هيبقى عامل ازاي. ومن وجهة نظري المسلسل ده والله فكرته اقوى بكتير من مسلسل النهاية. ما علينا، بنرجع لدكتور ويرويك اللي من تصوراته ان هو بيقول اننا ممكن ما نحتاجش نسافر نتفسح، لان اصلا الاماكن هتجيلنا في ذاكرتنا واحنا قاعدين مكاننا. بس انا من رأيي ان حياة زي دي هتكون مملة جدا، هتفقد الانسان اصلا الشغف والمتعة في الحياة، والاكيد ان هي هتزيد من نسب الانتحار. قبل ما نكمل في رحلة زراعة المايكروشيب التاريخية، عايزين ناخد بالنا ان فترة التسعينات كانت فترة فارقة في تاريخ البشرية كلها. لو ركزنا هنلاقي ان كل طفرة موجودة حوالينا دلوقتي بدايتها كانت في فترة التسعينات. بنكمل رحلتنا وبنعدي 7 سنين مع تاني شخص اتزرع جوه جسمه شريحة. كان شخص هاوي ومتطوع اسمه امل جرافسترا. بصوا انا مش عايزة ادخلكم في تفاصيل كل شريحة علشان وقت الحلقة ما يطولش، بس الخلاصة بتاعت القصة دي ان هي حصلت في مارس سنة 2005. كان هدف الشريحة دي بس ان هو يدخل مكتبه زي بالظبط ما احنا بندخل الفنادق باستخدام الكروت. بعدها ب3 شهور بس زرع شريحة تانية اكثر تقدما بس ذات تردد اقل، واستخدمها كباسكود لعربيته للكمبيوتر بتاعه والخ الخ الخ. في مارس 2009 زرع العالم الانجليزي مارك جيسون كبسولة زجاجية في ايده الشمال. وناخد بالنا ان الزراعة دايما بتتم في الايد الشمال لانها بتكون اقل استخداما عند معظم الناس. الطريف في قصة جيسون ان في ابريل 2010 كبسولة جيسون او جيسون ذات نفسه جاله فيروس كمبيوتر. ايوه بالظبط، يعني جيسون بقى متفيروس بفيروس كمبيوتر. الفيروس ده اتنقل من اجهزه الكمبيوتر اللي حواليه. هنعدي بعض التجارب الفرديه علشان نوصل للنقله اللي حصلت في السويد سنه 2017. الاف السويديين
قرروا زرع الكبسولة أو الشريحة. وعلى فكرة هي مش بتكون بشكل الشريحة اللي مرسوم في دماغنا، هي بتكون على شكل كبسولة ليها غلاف زجاجي حواليها. ثورة التكنولوجيا اللي حصلت في السويد كان هدفها استخدام الشريحة دي كباسكود، وأحيانا لإدخال بيانات أو حجز تذاكر، ممكن حتى تستخدم في القطارات زي ما احنا شايفين، أو العربيات، أو فتح الكمبيوتر، أو غيرها حاجات تانية كتير. تكلفة زرع الشريحة وقتها كانت 180 دولار، يعني 3200 جنيه مصري. يا بلاش والله. طيب سؤالي هنا، هل الخدمات اللي قدمتها الشريحة المزروعة مش أفضل كان يتم تقديمها عن طريق موبايل أو أي جهاز ذكي تاني موجود؟ يعني إيه الحكمة من إن أنا أزرع جسم معدن أو أيا كانت مادته إيه جوه جسم الإنسان ممكن يسبب عشرات المشاكل الصحية والمضاعفات؟ يعني بشكل تاني، ايه الضرورة التكنولوجيا زي دي ما بتقدمش نقلة حقيقية؟ يعني مثلا لو كانت زي ما دكتور ويرويك قال ان هي ممكن تزود ذاكرتك، قدرتك على الاستيعاب، ممكن توصل العلم جوه عقلك من غير مذاكرة، كل ده ممكن يكون طفرة علمية. لكن ان انا ازرع شريحة عشان تفتح لي باب ولا تقفلهولي ولا تفتح لي مكنة قهوة او حتى تبقى بديل عن تذكرة، فده اللي حقيقي من وجهة نظري ملوش اي 30 لازمة. ندخل بقى على مرحلة بيل جيتس وحالة الهياج الغير طبيعية على كلام ما تقالش بالشكل اللي الناس فسرته بيه، واللي ادى ان فجأة يتحول بيل جيتس الرجل العظيم صاحب التجارب الانسانية الرائعة في افريقيا والهند للمسيخ الدجال اللي عاوز يسيطر على العالم. وفجأة بتتحول مشاريع بيل جيتس العظيمة كلها لانه بيستخدم الشعوب الفقيرة كفئران للتجارب. الكلام اتقلب عنه 180 درجة، بس الفكرة كلها ان اللي بيل جيتس عاوز يعمله هو التطور الطبيعي للتكنولوجيا الخاصة بالمايكروشيبس. وللي مش عارف، فبيل جيتس اصلا بدأ حياته كبروجرامر من سن 14 سنة. الراجل بدأها من تحت على رأي بيومي فؤاد في مسلسل اللعبة. فأيا كانت نيته ايه، هو كده كده بيلعب في ملعبه، ومش معقول تاريخه الإنساني ده كله هيتمسح بجرة قلم. يعني لمجرد فكرة قالها أمسح كل التاريخ ده، دي حاجة مش منطقية. اللي مش منطقي كمان ان لما يبقى عندي شعب كامل مركب الشريحة من اكتر من 3 سنين وعليها كل بياناته وعايشين ومتعايشين بيها على الكوكب، ومحدش اتكلم ولا طلع قال دي نظرية المؤامرة ولا الماسونية ولا غيره ولا غيره، يبقى احنا هنا لازم نقف. في النهاية بتمنى ان اي شخص قرر يناقش موضوع ما يناقشه بالعلم مش بالعصبية ولا بالعواطف، لان اتفاقك مع الفكرة او رفضك ليها ده شيء، وتحليلك ليها ورؤيتك ليها ده شيء تاني تماما. فالعلم لا يناقش الا بالعلم.